وهذا يسأل: حضرت من القاهرة في رمضان وعملت عمرة في رمضان ومكثت بمكة المباركة حتى الآن، وأرغب الحج هذا العام إن شاء الله، هل علي هدي علما بأنني لم أعمل عمرة حتى الآن؟ ما دام أنك أديت العمرة في رمضان وبقيت في مكة ولم تؤدي عمرة بعد رمضان وتريد الحج، فليس عليك هدي، لأنك تصبح مفردا، لأن العمرة التي في رمضان قبل أشهر الحج، فلا تكون عمرة تمتع لأنها قبل أشهر الحج. فإذا أديت الحج في هذه السنة فإنك تكون مفردا وليس عليك هدي، لكنك لا تكون متمتعا بالعمرة الأولى لأنك خارج أشهر الحج، بل تكون مفردا.